صلاة الفرض في وقت النهي لمن فاته، ما حكم ذلك؟ صلاة الفرض تصلى، نعم، في أي وقت تنبه لها، إن كان نائما أو ذكرها، إن كان ناسيا يبادر بصلاتها في أي وقت، هذا هو وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليس للصلاة التي ينساها أو ينام عنها ليس لها وقت، بل يبادر بصلاتها في أي وقت تذكر أو استيقظ. نعم.